أنت محق تماما Putin بأن staged بوتين the level قد of escalation. اصطنع مستوى Some of it التصعيد due هذا، to وبعض هذا logistical problems. The other بسبب piece is مشاكل لوجستية، slowly وهناك give the أشياء Ukrainians a chance سببها هو التقدم maybe البطيء، respond وذلك لإعطاء to Putin الأوكرانيين to فرصة للاستجابة، agree to the وربما to فرصة agreements that they have للتوصل had, إلى but they اتفاق، failed to agree to. ولكنهم لغاية الآن لم ينجحوا Just في like الوصول إلى هذا discussions that they're going الاتفاق، to have ويبدو بأن someday, النقاشات announce what they والمفاوضات will be, سوف تحقق but نتيجة، it's وهذا ما يأملونه. and Mr. Putin's ولكن strategy استراتيجية to السيد بوتين طبعا continue the هي bombardment أن يستمر while he begins بالقصف، to escalate واليوم قد politically بدأ in بالتصعيد order to حتى make أكثر them a little bit بهدف under the table, الضغط unless على أوكرانيا agreements. سياسيا وجعلهم يأتون إلى We طاولة just don't know yet المفاوضات ويقدموا تنازلات. ما زلنا لا because نعرف there لغاية is الآن resistance أين سوف to يكون pushing out الوضع في there. المستقبل. هناك مقاومة بالتأكيد دون أدنى Ceasefire شك، is working ولكن out إذا تم الاتفاق relatively على fast إيقاف and the fighting should إطلاق stop. النار بين الطرفين فسوف But يتوقف القتال. Russian troops, I think, are there ولكن أعتقد stable بأن القوات الروسية and ذهبت إلى they أوكرانيا built وسوف Mykola. تبقى لبعض الوقت هناك، وأعتقد Is بأن to الهدف النهائي للسيد بوتين install his هو own أن government يضع leadership حكومته and you got الخاصة to keep به in mind في that in أوكرانيا. يجب 2008 أن نتذكر بأنه في العام there was a coup 2014 in كان هناك Ukraine انقلاب that ousted عسكري and في resumed أوكرانيا، a والذي democratic استبعد elected government حكومة that happened منتخبة to be انتخابا ديمقراطيا شرعيا. that happened to be favorable to وطبعا Moscow كانت that تلك time الحكومة and as a consequence مفضلة لدى it would موسكو، occur ونتيجة and لذلك فقد حصل الانقلاب العسكري. Mr. Putin has regarded السيد بوتين Ukraine as قد a اعتبر buffer أوكرانيا على against the أنها because of the تحوط له concerns, mounting concerns that في we had over وجه the years القلق of the المتنامي emergence of لديه bi-NATO countries فيما يتعلق emerging as a بتغول federation. دول Given the الناتو history that على Russia الاتحاد has had الروسي، وأخذا بعين from الاعتبار لتاريخ روسيا World War II, وتعاملها مع أوروبا في الحرب العالمية those الثانية على feelings سبيل have المثال، not فهذه gone away, المشاعر لم never gone away. تختفي أبدا، They're almost paranoid in وهم terms of يشعرون their بقلق security risk شديد from على Russia, أمنهم and that's what we've seen, وأمن الاتحاد الروسي، what we're ولهذا seeing today. فإن And هذا ما نراه Americans, اليوم. particularly, can't الأمريكيون relate to that. They تحديدا haven't لا been through يستطيعون أن World War يفهموا II. هذا الشيء، لأنهم لم We can't يجربوا do الحرب it. العالمية Nobody fully الثانية ولم appreciates يشاهدوا why الظروف التي Moscow أدت إلى has الحرب العالمية الثانية، وبالتالي reacted فإنهم the لن way that they يفهموا have. لماذا تتصرف But we موسكو see the results. بالشكل And الذي of تتصرف course, به اليوم. we see reports نحن from the نرى West, النتائج ونرى some of which تقارير are من accurate, الغرب، many بعض of هذه which are not. التقارير دقيقة And والعديد منها obviously, ليس كذلك. we've العديد seen منها هو ليس إلا increased دعاية propaganda from إعلامية Kremlin وبروباغندا، to either right وبدأنا or نراها back. تزداد، ويبدو بأن الصورة إما بيضاء أو سوداء في هذه التقارير، وهذا بدأ يتكثف أكثر فأكثر. للأسف هذا يكون على حساب تقديم الحقائق للناس.